الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين. سنتكلم في هذا اللقاء بإذن رب الأرض والسماوات عن عنوان جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. نرجع إلى الحديث الذي قال حذيفة: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ أي ماذا أفعل وقت الفتن؟ قال صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فهذا طريق من طرق النجاة في زمن الفتن. ولا تضيق نفسك على ما وصى الله، لا تقل إن جماعتي هي الجماعة الفلانية وحزبي الحزب الفلاني. لا تكن حزبيا ولا تكن عصبيا، ودعك من هذه العصبية البغيضة المنتنة. ولا تتعصب لجماعة على وجه الأرض إلا هي جماعة واحدة، وهي جماعة المسلمين. قال الله تعالى: هو سماكم المسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا سألوك عن شيخك فقل: شيخي رسول الله. وإذا سألوك عن جماعتك فقل: هو الذي سماكم المسلمين. وإذا سألوك عن بيتك فقل: بيوت الله في الأرض المساجد. وإذا سألوك عن دستورك فقل: كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجماعات تفرق ولا تجمع، وتمزق الصف ولا توحد الصف. فالاستمساك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سبيل النجاة. لا تقل إن جماعة أو حزبا على الحق والأخرى على الباطل. وسنأتي بأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود افترقوا على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستفترق أمة النبي صلى الله عليه وسلم على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: يا رسول الله، وما هي؟ قال: ما عليه اليوم أنا وأصحابي. فالجماعات تفرق ولا تجمع، وتمزق الصف ولا توحد الصف. فكن سنيا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تتعصب لحزب ولا جماعة ولا أي شيء. بل ولقد وقف الإمام مالك وأيضا الإمام الشافعي، وهم أئمة الإسلام الكبار، أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا المقام، وأشاروا إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تتعصب لأحد ولا تتعصب لأي أحد، لأن كل هذه الجماعات وراءها أناس يريدون أن يفرقوا بين المسلمين، وأن يمزقوا أوطان المسلمين، وأن يخربوا البلاد والعباد. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة، قال له: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وما زال حذيفة يسأل، قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فالمحنة والفتنة تزداد إذا تولى كبيرها وأشعل نارها أناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. وتزداد المصيبة أكثر إذا علمنا أن الفتن تعرض على القلوب. وبعض الناس يتصور أنه لو ابتعد عن مكان الفتنة بعدما عرض نفسه إليها فرآها بعينه واستمع إلى كلمات بأذنه، بل وربما شارك فيها بجوارحه، بل وتعلق به قلبه، يتصور بعد ذلك أنه إن ابتعد عنها فإنها قد انتهت، فيذهب إلى فراشه لينام فيرى مشاهد الفتنة تتقلب أمام عينيه صورة صورة، ويسمع كلمات الفتنة وتتردد على أذنه كلمة كلمة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم
قال كما في صحيح الإمام مسلم من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، أي فتنة فتنة، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء يا الله، فأي قلب تشرب الفتنة فإنها تترك في القلب آثار سوداء، وأي قلب أنكرها لا يوجد به مكان للفتنة، لأنه مملوء بفضل الله بمودة الإيمان بالقرآن وبالصلاة وبالتسبيح والاستغفار وبالأمر بالمعروف والدعوة إلى الله وحب الفقراء والمساكين، فهو قلب مملوء بالخير. تأتي الفتنة تبحث عن مكان لها بهذا القلب المنير بالطاعة فلا تجد فتخرج. نعم هي تعرض تعرض لكن لا تستقر في القلب، فلا تشرب القلب منها شيئا لأنه أنكرها. ألم أقل قبل ذلك لابد من التخلية قبل التحلية، لابد وأن تتطهر القلب أو لكي تزول فيه مودة الإيمان. فإذا عرضت بعد ذلك مودة الفتن على القلب ردها، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير، نعم حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وعلى أسودا مربيا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، فهو قلب مملوء بالهوى. والهوى ملك ظلوم غشوم جهول، يصم الأذان عن سماع الحق ويعمي الأبصار عن الرؤية الدليل والخير، ولو كان كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها. فصاحب الهوى لا يمكن أن يقبل أبدا قول عن الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول له الخنزير حرام، يقول لك كان حراما لأنه كان مريضا وموبوءا بالأمراض، أما الآن فالخنزير تربى في المراعي الصحية وتحت الرعاية الطبية، فما الداعي لتحريمه؟ تقول له الذهب حرام، يقول لماذا؟ ما الذي حرم الذهب على الرجال؟ تقول له الخمر حرام، يقول نعم ولكنه الآن لا تسمى خمرا وإنما اسمه مشروبات روحية، سموها بغير اسمها مجاراة للعصر الذي نعيشه. إن قلت قال الله قال رسوله وهمزوك همز الكبير المتغالي، أو قلت قال الصحابة والأولو تبع لهم في القول والأعمال، أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة الإمام الغالي، صدوك عن وحي الإله ودينه واحتلوا على حرم الله بالإحلال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، حاشا رسول الله يحكم بالهوى والجهل تلك حكومة الضلال. وقال الله سبحانه وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. سورة صاد. يقول حذيفة رضي الله عنه: القلوب أربعة، قلب أجرد فيه سراج يزهر أي ينير، وقلب منكوس، وقلب مصفوح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نور، وأما القلب الأغلب فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر، وأما القلب المصفوح فقلب فيه إيمان ونفاق. فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمده الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم، فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه.
نعم أيها الأفاضل، فالفتن علامة من علامات الساعة، وقد كثرت وازدادت واشتعلت كاشتعال النار في الهشيم. وقبل أن أختم هذا الفصل أقول: الفتن بالجملة تنقسم إلى قسمين لا ثالث لهما. فتن الشهوات وهي كثيرة، قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، سورة آل عمران. فهذه سورة من صور فتن الشهوات. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه وفيه: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قلبكم على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. انظر إلى فتنة المال وإلى فتنة الدنيا، فالمال فتنة شديدة. قال الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي اختبار وابتلاء، فالأولاد فتنة، نعم ستسأل عنهم فهم لك محيط امتحان واختبار. وقد جعل الله الخير فتنة كما جعل الشر فتنة، فقال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وسأضع بين يديك ترمومتر دقيق جدا تستطيع أن تتعرف به على ما بين يديك من النعيم، هل هي نعمة أم نقمة؟ تنظر إلى المال الذي من الله عليك، هل هو نعمة أم فتنة؟ الأولاد هل هم نعمة أم فتنة؟ الكرسي، المنصب الذي أنت فيه، مركزك الاجتماعي، هل هو نعمة أو فتنة؟ كيف أعرف ذلك؟ دلني بسرعة، كيف أستطيع أن أفرق؟ الجواب: وعض عليه بالنواجذ ولا تضيعه فما أغلاه. أقول: إذا كان المال مثلا بين يديك يقربك من الله تبارك وتعالى فهو نعمة، كذلك إن جمعت المال من الحلال وأديت فيه حق الكبير المتعال فهو نعمة، وإن جمعت المال من الحرام ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى يزيد مالك، فاعلم بأنها الفتنة في ثوب النعمة. فكل خير بين يديك في الظاهر إن قربك إلى الله فهو نعمة، وإن أبعدك عن الله فهو الفتنة في ثواب النعمة. والمنصب إن كان يقربني من الله فإنني أوظف هذه المكانة لله سبحانه وتعالى ولدينه جل وعلا ولخدمة المسلمين، ولا أوظف هذا الكرسي أو المنصب لظلم الفقراء أو الضعفاء أو للحصول على الشهوات الحقيرة الرخيصة والنزوات الزائلة. إن قربني من الله سبحانه وتعالى فهو النعمة التي تستوجب الشكر، وإن أبعدني عن الله جل وعلا وإن أبعدني عن الله جل وعلا فاعلم بأنها فتنة، وإن لبست أمام عينيك ثوب النعمة فإنها الفتنة الحقيقية. تدبر قول الله سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا. والحمد. والشهوات كثيرة جدا، لكنني أقول: مهما كانت الشهوات، إن تاب منها العبد إلى الله تبارك وتعالى تاب الله عليه، وإن وقع في الزنا، وإن وقع في عمل قوم لوط، وإن شرب الخمر، وإن سرق، فمهما كانت الكبيرة ومهما كان خطر الذنب، إن تاب العبد إلى الله فاقلع وندم وعمل صالحا تاب الله عز وجل عليه. فأهل السنة لا يكفرون بالكبائر، إنه فضل الله جل وعلا. قال سبحانه: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أما فتن الشبهات فهي أخطر، لأن القلب إذا تشرب الشبهة تصبح عقيدته عند صاحبه، ربما يقتل من أجلها أو يقتل هو من أجلها، لأنه يتصور أنه على عقيدة صحيحة وأنه ينصر بذلك الدين، وهي في الحقيقة شبهة.
روى الإمام أحمد وأبي داود والحاكم والدارمي وغيرهما بسند صحيح من حديث معوية ابن أبي سفيان أنه صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، ف71 في النار وواحدة في الجنة. والذي نفسي محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، فواحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: الجماعة. وفي لفظ عند الترمذي: على 73 ملة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وهذه الشبهات الخطيرة أفرزت فرق الضلال، وكما قال ابن القيم رحمه الله: وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافد وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ هل تعلم أن الخوارج كفروا عليا رضي الله عنه، وهو من هو؟ هو الذي ربي في حجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكفى. كفروه رضي الله عنه بسبب شبهة ولا يتسع الوقت لذكرها. إنني أود أن أختم بوضوح بعض النقاط العملية كدواء لهذا الداء الخطير، ليسما وقد انتشرت الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات. فأنا لا أعرف زمانا من خلال قراءاتي كثرت فيه فتن الشهوات والشبهات كهذا الزمان، فما هو الخطوات العملية لسبل النجاة؟ النقطة العملية الأولى على طريق الصدق في طلب العون من الله. والله لا نجاة لي ولا نجاة لك إلا بصدق الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. لا تغتر بعلم ولا بطاعة ولا بعبادة، بل إلجأ إلى الله جل وعلا، إذ لا منجأ ولا ملجأ منه إلا إليه. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلا حول لنا ولا قوة على فعل طاعة أو على ترك معصية أو على هروب ونجاة من فتنة إلا بتوفيقه سبحانه وتعالى. قال ابن الجوزي: سئل شيخ من أهل العلم تلميذا عنده في حلقته، وقال: يا ابني، ماذا تصنع لو مررت على غنم فنبحك كلب الغنم؟ قال: أدفع الغنم ما استطعت. قال: فماذا تصنع لو نبحك الثانية؟ قال: أرد الكلب ما استطعت. قال: فماذا تصنع لو نبحك الثالثة؟ قال: أفعل مثل ما فعلت. فقال: يا ابن، ذاك أمر يطول، لكن إن أردت النجاة والعبور فاستعن بصاحب الغنم يكفي عنك كلب الغنم، وإن أردت النجاة فاستعن بالله يكفي عنك كيد الشيطان. لا مخرج لك من الفتن إلا بصدق الاستعانة بالله الرحيم الرحمن. الخطوة الثانية لزوم الاستقامة وقت الشدائد، فبعد ما لجأت إلى الله وأديت العبادة والصلوات في أوقاتها وقرأت القرآن والمحافظة على الأذكار والاستغفار والتذلل والدعاء والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير إلى آخر هذه الأنواع من الأنواع العبادة، اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم من حديث معقال بن يسار: العبادة في الهرج، وما الهرج؟ إنها الفتن. العبادة في الهرج كهجرة إلي، أي من عند الله، أي من عبد الله في زمن الفتن والقتل. فهاجر كهاجر من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. فحافظ على العبادة في وقت الفتن،
ونحن الآن في عصر الفتن. الخطوة الثالثة حضور مجالس العلم، لا تضيع تلك المجالس الطيبة لتتعرف فيها على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الحلال والحرام، وعلى السنة والبدعة. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الخطوة الرابعة الصحيحة الطيبة، لا تترك الأخيار فهم الذين يذكرونك بالعزيز الغفار ويبعدونك عن النار وعن الشر والأشرار. داوم على صحبة هؤلاء. وفي الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهم بسند حسن، قال الشيخ الألباني من حديث أبي سعيد الخدوري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقيا. واغتنم يا أخي بهذه، ويا لها من خاتمة: لا تغفل عن الذكر، لأن الذكر حياة للقلب، كما قال حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. أسأل الله باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب، أن يعصمني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن علامات الساعة أن يسند الأمر إلى غير أهله. هذا ما نتعرف عليه في الفصل القادم إن شاء الله تعالى. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.